السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. نبدأ مشاهدينا الكرام من ملف التمييز واللا إنسانية الحاصل للفارين من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، حيث دان الاتحاد الإفريقي معاملة الأفارقة الفارين من أوكرانيا، مؤكدا أن التقارير التي تفيد أن الأفارقة يعاملون معاملة مختلفة غير مقبولة وعنصرية بشكل صادم، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة لإعلان لبيع العدسات زرقاء اللون بعد التصريحات التي أدلى بها صحفيون وسياسيون وصفت بالعنصرية تجاه الفارين من الحرب في أوكرانيا، وأيضا استخدمت فيها لغة تمييز منحازة للأوكرانيين على حساب العراقيين والسوريين والأفارقة وجنسيات أخرى كثيرة. هذه الصورة مشاهدينا الكرام التي أمامكم مكتوب بها Blue Eyes، عيون زرقاء، makes you like civilized European people، تجعلك تبدو متحضرا كالأوروبيين. وهناك أيضا في نهاية الصورة عرض مميز، قم بشراء عبوتين لتحصل على شعر صناعي أشقر اللون. هذه إشارات مشاهدينا الكرام إلى المعيار أو المقاييس التي وضعها الاتحاد الأوروبي في اختياره لمن يدخل ويمر إلى بر الأمان، ومن يبقى في الحدود أو على الحدود في المخيمات يعاني من بطش من قبل القوات البولندية، من الأوكرانية، من غيرها من الدول التي تتعامل بعنصرية وتحيز في قضية الفارين من أوكرانيا إلى أوروبا. ننتقل الآن لنثبت لحضراتكم الكلام أو الحديث الذي دار الآن قبل قليل عن التعامل العنصري الذي تتعامل به القوات البولندية أو الأوكرانية أو دول أخرى مع الفارين من المعارك. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن المقيمين الأجانب في أوكرانيا فروا إلى جانب الأوكرانيين منذ بداية الغزو الروسي الذي رافقه قصف كثيف على المدن وراح ضحيته مدنيون. الصحيفة أيضا أشارت إلى أن من بين هؤلاء الأجانب عدد كبير من الأفارقة الذين قالوا إنهم علقوا لأيام عند المعابر إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، واحتشدوا في البرد من دون طعام أو مأوى، واحتجزتهم السلطات الأوكرانية والبولندية التي دفعتهم إلى نهايات طوابير طويلة، بل وضربتهم واعتدت عليهم بينما سمحت للأوكرانيين بالمرور. هذا المقطع مشاهدينا الكرام هو مقطع متداول لإطلاق نار في الهواء فوق عدد من الأفارقة على الحدود الأوكرانية البولندية، يلخص ما يحصل من عنصرية وتمييز. لنشاهد. الآن مشاهدينا الكرام دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. عمر يقول: هذه حقيقة الغرب الذي يتغنى دائما بحقوق الإنسان والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. تعليق من وصال تقول: حتى في الحروب واللجوء عنصرية، هذه الدول التي تصف نفسها بالديمقراطية وحقوق الإنسان. حسان يقول: العنصرية ضد المسلمين والعرب، وفي الأخير يمارسون علينا أضحوكة حقوق الإنسان. آخر تعليق لدينا من وادي يقول: هذا هو الوجه الحقيقي للغرب الذي يدعي الحضارة والتقدم. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. يعد الإفلات من العقاب هو العرف السائد في العراق، والذي رسخته حكومات الاحتلال مفهوما يسمح للجنات بالإفلات من جرائمهم.
ولعل العفو الخاص الذي أصدره برهم صالح لتاجر المخدرات نجلي محافظ النجف الأسبق أو السابق لؤي الياسري أكبر دليل على ترسيخ هذا المفهوم. كما أثار أيضا تأجيل محكمة جنايات الرصافة موعد محاكمة قاتل المستشار السابق لحكومة الكاظمي هشام الهاشمي إلى منتصف شهر أيار بذريعة عدم إمكانية إحضاره للمحكمة، كما يقول متابعون أثارت استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستغرابهم مع تداول أنباء عن تهريب المتهم من قبل ميليشيا حزب الله، وطالب ناشطون الجهات الأمنية والحكومة بنشر صورة حديثة للمتهم أحمد حمداوي عويد الكناني المتهم باغتيال الهاشمي بعد الحديث الدائر عن الإفراج عنه من قبل الحكومة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد قالت في وقت سابق أن تحديد الجهة التي قتلت هشام الهاشمي سيفجر الوضع في البلاد. الآن مشاهدينا الكرام نستعيد مع حضراتكم ذكريات هذا الاعتراف من اعترافات أو جانب من اعترافات الكناني التي أكد فيها انتسابه لوزارة الداخلية برتبة ملازم أول، والتي بثتها قناة العراقية الحكومية في وقت سابق قبل أن نذهب لاستعراض بعض من التغريدات. إذن نسترجع تفاصيل هذا الاعتراف من قبل قاتل هشام الهاشمي. معارف الكناني مواليد 1985، تعينت بالشرطة سنة 2007 دورة عمان تقريبا الساعة بالستة خمسة ونص إلى ستة، تجمعنا بالبعيثة انطق الواحد دورة. بس اللي قال هو وقت هذا الوقت يعني أي واحد يصير قريب عليه هو اللي ينفذ، يعني مو إلا أنا. فطلعنا سيدي من البعيثة دراجتين هو بالكورلا، أنا سيدي أعطانا سلاح، سيدي أنا أعطاني غدارة خليته بالدراجة، وزهراء وذول كل واحد عندهم مسدسات، سيدي واحد عنده كلوك وواحد عنده اتش اس يمكن، سيدي اي سيدي أنا عندي مسدسي هم شايل مسدسي أنا كلوك سيدي. مشاهدينا الكرام تفاعل العراقيون في موقع تويتر مع وسم قاتل الهاشمي وين؟ لنتابع الآن بعضا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع تويتر. آدم يقول: إلى الآن لم نعرف أسباب كتابة جملة تعذر وجود المتهم، والتي يقال بأنها كانت سبب تأجيل جلسة محاكمة قاتل الهاشمي إلى الشهر الخامس من هذا العام. هل يستمتع بإجازة نصف السنة؟ هل أفاق من نومه متأخرا وقرر عدم الذهاب إلى المحكمة، أم قد تم تهريبه؟ نريد أن نعرف قاتل الهاشمي وين؟ معتز يقول: في نفس الوقت الذي نطالب فيه بإدانة عمر نزار يأتي خبر تأجيل محاكمة المتهم بقتل الهاشمي وأخبار تؤكد تهريبه خارج البلاد. بهذا نتأكد من ترابط المحرضين والقاتلين مع مسؤولين داخل هذه الحكومة التي تعتقل بسبب الضغط وتهرب بسبب الخوف. قاتل الهاشمي وين؟ محمد فاضل يقول: هروب قاتل الهاشمي المنتمي لحزب الله الإرهابي مؤشر كبير للإفلات من العقاب في العراق، يتزامن مع العفو عن تاجر المخدرات ابن المحافظ السابق بمرسوب رئاسي، كارثة لا يمكن أن تتخيلها. وشيماء تقول: حكومة تعفي عن تجار مخدرات وتهرب مجرمين تستحق قلع من الجذور، حكومة العار والفشل والإفلاس. كانت هذه جزءا من التغريدات. الآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. تستمر أزمة الخريجين المطالبين بالحصول على تعيين في بلدهم الغني بثرواته والذين حرموا منها بسبب فساد من يحكمون العراق من أحزاب وحكومات، إذ لا تكتفي هذه الحكومات بإغلاق أبوابها في وجههم، بل تسخر أدواتها الأمنية لقمع وإسكات كل من يطالب بحقه في هذا البلد. تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لاعتداء القوات الأمنية على خريجين متدربين في شركة نفط الشمال أمام المبنى الجديد لمحافظة التأمين في مدينة كركوك بسبب مطالبتهم بحقوقهم بالتعيين. لنشاهد. Thank you.
مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى مقطع آخر مرتبط بنفس الموضوع. أبناء مدينة كركوك، المقطع الذي شاهدناه قبل قليل، الغنية بالنفط، ليسوا فقط وحدهم من يعانون ويضربون أثناء المطالبة أو يضربون أثناء المطالبة بالتعيينات. الحال نفسه في محافظة البصرة التي تطفو على بحر من النفط، حيث جدد العاطلون عن العمل والمطالبون بالوظائف حراكهم في المدينة بعد تجاهل تظاهراتهم الحاشدة التي جابت شوارع المدينة قبل أيام. وشهدت عدد من شوارع محافظة البصرة اليوم إحراق إطارات مشتعلة تعبيرا عن احتجاجهم على التسويف الحكومي لمطالبهم. لنشاهد. التنفير العام وقطع التقاطعات إلا إقالة محمد العبادي. مشاهدينا الكرام، لنوضح أيضا أن حرق الإطارات في القانون الدولي الإنساني معمول به ومنصوص عليه أنه نوع من أنواع الاحتجاج السلمي. لذلك لمن لا يفهم أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن حرق الإطارات هو جزء من الاحتجاج السلمي للمطالبة بالحقوق. الآن ننتقل إلى متابعة تعليقات بشأن هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، كرار لؤي أو تغريدات على وسم ثورة العاطلين عن العمل، يقول كرار: قسما بالله ثورة العاطلين عن العمل قادمة، كافي، وصلت حدها. عمار يقول: حي الله شباب البصرة الشجعان الأبطال المطالبين بتغيير الوجوه الكالحة والفاسدة. في تغريدة لدينا من علي يقول: مع الشباب الباحثين عن عمل، نساندهم بكل ما نستطيع، الحقوق تؤخذ ولا تعطى. ومسلم يقول: ثورة العاطلين عن العمل ثورة حقيقية وليست وهم، قائمة على أساس الكرامة والعيش الكريم. الآن مشاهدينا، ننتقل إلى الوجه الإيجابي والصورة الحسنة من العراق. حملة تنظيف أنهار العراق المستمرة. تغطيتنا مشاهدينا الكرام لهذه الحملة في برنامج تواصل دوت كوم بشكل خاص وقناة الرافدين بشكل عام متواصلة ومستمرة لتشجيع مثل هذه الجهود التطوعية الشبابية في ظل حالة السوداوية التي يعيشها العراق بسبب الفساد وانهيار الأمن. نشاهد الآن جانبا آخر من إنجازات هذه الحملة في بغداد في المقطع قبل أن نذهب للتعليقات. كان كله قصب وصعب تنظيفه، بس حشينا القصب ونظفنا بقوة وطلعنا أشياء غريبة عجيبة من الجرف. أكثر شي ضار للبيئة البلاستيك، وخاصة القهواية بطالع عبي وشيل واشمر، وإحنا دنشتغل اكتشفنا مي المجاري يصب بدجلة. بس هذا الأمر المفروض رح يتعالج من قبل الأمان، لأن هم متعاونين ويانا بكل الحملات. أحلى شي صارت تيجي العوائل وأطفالهم والأخوان والأصدقاء يتعاونون وينفون سوا ويتونسون، وتصير أجواء كلش حلوة. وكملنا تنظيف هاي المنطقة وغنينا أغاني وطنية وكنا فخورين وفرحانين باللي دنسويه كل أسبوع. وأكيد أكو دعم الغدا بالنهاية، وموجود جدر الدولمة. يابا أنا موت على البصل، وتستاهل الشباب صدق. تدرون هاي الحملات تصير بالمحافظات؟ شوفوا هاي ديالة، وهاي النجف، وهاي من السماوة، وهاي شباب بابل، وهاي الموصل. لك شوفوا شكد حلوين، وحتى الأنبار تنظف. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتابع ما ورد من تعليقات أو جزء من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. فاتن تقول: عافية عليكم شباب، تحب الحياة، حياكم يا أحلى شباب، ربي يوفقكم ويسعد بيكم أهاليكم، آمين. في تعليق من جاسم يقول: الله يبارك بكل جهد يبذل من أجل الوطن، وحملة هؤلاء الشباب الأبطال تجعلنا نتفائل، الله يحفظكم ويحفظ كل الخيرين. في التعليق من انتصار تقول: غيرك وحكومة رشيدة تسوي أماكن تدوير نفايات، مو العراق صار عبارة عن مجمعات للزبل، الله يهدي الجميع لخدمة البلد. وليث يقول: بارك الله بكم، نموذج نفتخر به من الشباب الواعي والمثقف. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي الفقرة الأولى، نراكم بعد قليل مع فقرة إنفوغرافيك. أهلا بكم من جديد.
شهدت الخطوط الجوية العراقية في الفترة الأخيرة حراكاً لموظفيها رفضاً للفساد المستشري فيها، وتنوع الحراك ما بين تظاهرات وإضرابات. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على ما جرى ويجري داخل الخطوط الجوية العراقية، لنشاهد. المؤتمرين اللي أخذت ومنعتهم مبلغ $550 سعر تذكرة الطيران، عبارة عن موزة وعبارة عن قطعة كيك منفوخة ما نعرف بها اكسباير أو فتشي، وعبارة عن صمونة طولها أصبع فارغة. يا رب مسوين زحمة علينا والله العظيم. $550 سعر التذكرة، أغلى سعر تذكرة الطيران بالعالم. شك عليهم انت بعد ضبط طيارة ها وطفرة يعني، وبعد الورنتي مالت الجولت راح يروح عليك، وانتم قاعدين وكلنا نعرف. الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة صندوق الوارد، لدينا هذه الرسالة دعونا نقراها لحضراتكم. توفي ابن عمي محمد ماجد صالح الحلبوسي في سجن التاج اليوم بسبب مرض التدرن، وهو من مواليد 2002، بعد اعتقاله في عام 2019 بسبب المخبر السري، والحكم عليه ب15 سنة بتهمة 4 إرهاب، علما أننا قد أجرينا عملية له على نفقتنا، لكن حالته الصحية تدهورت بسبب إعادته للسجن بعد إجراء العملية. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام، يواصل خريجو كليات التربية المطالبة بتوفير فرص عمل لهم وشمولهم في التعيينات على ملاك وزارة التربية للنهوض بالواقع التربوي الذي تعاني البلاد بسببه بعد تفشي الأمية وارتفاع معدلاتها. واسمنا اليوم تربوي وإداري يطالب بالعقد. هذا الوسم هو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. اخترنا لحضراتكم عددا من هذه التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم. نهى تقول: الخريجين التربويين والإداريين يطالبون بأبسط حقوقهم المسلوبة، ألا وهو التعاقد معهم. في تغريدة لدينا من إسراء تقول: كفى تهميشا بحق الخريج التربوي غير المحاضر. رحيق تقول: الخريجون التربويون هم أكثر فئة مظلومة ومهمشة، ولم يتم إنصافهم أبدا، ولم يعطى حقهم رغم المطالبات المتكررة إلى وزارة التربية وإلى رئيس الوزراء وإلى كل الجهات المعنية بالأمر، إلا أننا لم نجد آذانا
مصغية ولا أشخاص المنصفين يعطون للخريج التربوي حقه. في تغريدة لدينا من ميلاد تقول: أين حقوق الخريجين؟ نحن كل يوم نرى النفط يزداد ارتفاعا، يزداد ارتفاعا سعره، أين تذهب ميزانية الشعب؟ إذا لم توجد حقوق الخريجين وهو التعيين، ما هو مصيرهم بعد 16 سنة دراسة وسنوات انتظار أخرى؟ ماذا ينتظر إذا أو ماذا ينتظر إذا لم يحصل تعيين؟ وماذا ينتظر؟ طيب، كانت هذه مشاهدينا الكرام جزءا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع، نراكم بعد قليل. الآن مشاهدينا مع القصص المنوعة، لدينا في أول موضوع: بالحقائق التاريخية تم الرد على تصريح غير دقيق لمراسل أمريكي قال فيه إن أوكرانيا متحضرة ليست كالعراق، فلنستمع. أكثر تحضرا من العراق. But this isn't a place with... You know, like Iraq. بداية وللدقة، أول حضارة مسجلة في العالم ظهرت في بلاد ما بين النهرين واللي فيها العراق. فيها يا مراسل سي بي اس ابتكر المفهوم الأول للوقت والكتابة. تخيلين شو يعني هالحكي؟ يعني ما كان في مجتمعات كبيرة ومتعاونة لولا منبع اللغة في بلاد ما بين النهرين. وبزيدك من الشعر بيت: التاريخ ومفهوم الزراعة تم ابتكارهم هنا، يعني هي نواة كل حضارات العالم. فلولا الزراعة لبقي الإنسان مشغولا باصطياد قوت يومه، وما تفرغ لا للتفكير ولا للتطوير ولا للتعلم ولا للبناء. عزيزي، إذا بدنا نتحدث عن الحضارات، فاعلم إنه بالعراق تم ابتكار أول نظام للهندسة والأرقام، وأسسوا المدارس والمكتبات وطوروا الزراعة ودجنوا الحيوانات، والقائمة تطول. ادخل على جوجل وشوفها. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر: خسائر بالمليارات تهدد الاقتصاد الروسي، ماذا لو عزلت روسيا عن نظام سويفت بالكامل بعد استبعاد 7 بنوك روسية من النظام من قبل الاتحاد الأوروبي؟ لنشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.